بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم كيف مالك. ماذا عن الهدية التي تعطى للمعلم وخاصة في عيد المعلم؟ في كل عام تحتفل بعض الدول بعيد المعلم. ما يعنيني في الجانب الاقتصادي هذه الهدية؟ هل هي حلال؟ هل فيها شبهة؟ عندما يحاول بعض الطلاب أن يقدم لمعلمه هذه الهدية أو لهذه المعلمة، هل يحق لهؤلاء المعلمين أن يأخذوا هذه الهدايا؟ ما حكمها؟ ما أثرها في المال الحلال الذي نتحدث عنه باستمرار؟ أولاً، لا تقتصر مهمة المعلمين على التعليم وحسب، فهم يقومون بمهمة التربية إضافة إلى التعليم، وخاصة في بلادنا العربية والإسلامية. أما في غيرها فقد يختلف الحال أحياناً. أذكر عندما كنت أدرس في بريطانيا، دخلت مرة إلى الصف، وأذكر أنني وجدت بعض الطلاب يجلس على المقعد وقد رفع قدميه على المقعد في وجه الأستاذ. استغربت جدا هذا التصرف، وقلت للأستاذ: كيف تقبل أن يجلسوا هكذا؟ لماذا لا تقول لهم شيئا؟ عندنا في بلادنا المعلم مهمته ترقى إلى مهام الأنبياء، لأنه يعلم ويزكي ويربي. قال: لا، نحن ننظر إلى المعلم على أنه ميكانيكي أو نجار أو حداد يقدم خدمة ليأخذ التعويض المالي، ينتهي دوره عند هذا. قلت: الحمد لله في بلادنا ليس الأمر هكذا، نحن نرسل أبناءنا إلى المدارس، فالمعلمون يعطون من ذواتهم ومن أخلاقهم ومن تربيتهم لأبنائنا كي يتعلموا منهم العلم والتربية، فهل يجب أن يعطى المعلم هدية؟ السؤال الذي يهمني في الجانب المالي: هل يجب أن يأخذها أصلا؟ أم أن هذا على سبيل التأخير؟ أم أنه صار عادة تعودها الناس، يجب على الطلاب الالتزام بها ويجدر بالمعلم قبولها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هدايا العمال غلول، وفي رواية: هدايا العمال حرام كلها. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإنسان عندما يعمل في عمل ويتلقى هدية لقاء عمله فهذا لا يصح شرعا. لماذا؟ لأن هذا العامل ربما يتغير تعامله مع هذا الذي أهدى إليه. لذلك نجد فعليا في بعض المدارس تمنع الطلاب من أن يقدموا هدايا للمعلمين والمعلمات، لأن الإنسان لا يملك من نفسه إلا يتعاطف مع هذا الطالب الذي قدم له الهدية، لأن الهدية تحمل معنى التقدير والاحترام، والإنسان مجبول بفطرته على الميل للذي يجد منهم التقدير والاحترام، وقد فطرت النفوس على حب من أحسن إليها. أمر آخر: بعض الطلاب يأتي بهدية بسيطة والآخر يأتي بهدية ثمينة جدا، فربما تكون جزء من رشوة مبطنة لهذه الأستاذ، والإنسان كما قلنا لا يملك إلا أن يتعاطف مع الإنسان الذي أكرمه. تعالوا نستمع إلى قصة القاضي والدعوة إلى لحم الجزور. ورد في قصة عن بعض القضاة أنه دعي إلى وليمة عند أحد الناس وذبح له جزورا، فلما صار لهذا الداعي قضية عند القاضي دخل إليه ومعه الخصم. قال: أيها القاضي، افصل بيني وبين خصمي كما يفصل اللحم عن عظم الجزور، يذكره بالدعوة والطعام. فشعر القاضي أن هذا نوع من الضغط ونوع من التذكير أن له يد فضل، فجعل القضية في يد قاض آخر حتى لا يتعاطف مع هذا الإنسان. إذن لا يليق بالمعلم أن يأخذ هدية من الطالب، وأربأ بمعلمين أن يأخذوا هدية من طالب حتى لا يقع في نفسه شيء، وحتى لا يشعر الطالب أنه قد قدم معروفا وقدم منة على هذا الإنسان، فيخشى أن يحاسبه أو أن يعاقبه في أمر من الأمور. هذه مهمة من مهام التربية في التدريس. ربما عندما يكبر وينتهي من المرحلة التعليمية التي تجمعه معك، إذا أراد أن يشكرك فيما بعد فلا بأس، وهذا من باب شكر الفضل والسعي في رد المعروف. وهو مستحسن أن يقدم الطلاب جميعا أو فرادى بعد انتهائهم من المدرسة أن يقدموا هدايا لمن أثر فيهم وفي تعليمهم، وهذا من باب الشكر على المعروف، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لذلك أرجو أن نتنبه إلى الهدايا التي تعطى للمعلمين،
ورسالة واضحة للمعلمين أن لا يأخذوا هذه الهدايا كي لا يتأثروا في تعليمهم وفي تربيتهم لأبنائنا الطلاب. بارك الله لكم في مالكم وعلمكم، مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.